نكمل يا باشا. يبقى احنا بالنسبه للستريبت نمونيا قلنا هي كاركترايزد برابيد اونست هاي فيفر بلوريتك شيست بين والهربس لبيال، دي حاجات بتميز. يبقى انا هطلع من السؤال ده بنقطتين مهمين جدا. اهم كوزيتيف اورجانيزم للنمونيا اللي هو الستريبتوكوكس نمونيا، انفيتيشن ستافيلوكوكس اوريس. الكوزيتيف اورجانيزم اللي يعمل نمونيا عند الالكوليزم الكليبسيل اكترهم. يبقى دول الثلاث حاجات الاساسيه اللي اطلع بيهم مع من القصه دي. والستاف بعد الفلو في والستريبت حد عنده اي حاجه؟ ممكن يبقى معاه هيربس لبياليز بالنسبة لعلاقتهم وفيها بالفيروس. كافيتيشن، انما الاستريبت ما فيهاش كافيتيشن بالظبط، الستريبت ملهاش دعوة بالكافيتيشن. عشان المناعه بتقل. طب طيب 40 a 64 year old gentleman with a chronic obstructive pulmonary disease present to the GP with increased dyspnea. He is a productive of green sputum over the last few days. You diagnose an infective exacerbation of his underlying lung disease after sending a sputum sample. You make the decision to start oral steroid and appropriate antibiotic. On reviewing the results of the sputum sample, the lab has reported an initial case, the most likely organ. عايز سي او بي دي وحصل له انشاد هيطلع جرينش سيوم اتعملت المزرعة والمزرعة النيجاتيف كوكاي الموجودة وممكن تعمل الشيست انفكشن عند الناس السي او بي دي والاولد ايج موستلي، يعني موستلي طبعا الكوكاي هي المورجسيلا كاتارا. موروكسيلا كتار دي نيجاتيف كوكاي، بس دي جرام برضو نيجاتيف كوكاي. نيسيريا برضو نيجاتيف كوكاي برضو. بس ان سيريا نوت كومن في الريسبيراتوري، بالظبط. سيريا اكتر اي ثينك في البرين منينجايتس. يعني في المنينجاي، لكن نوت كومن في الريسبيريشن. الكومن في الريسبيريشن Of all the available organisms, only Neisseria and Moraxella are gram negative cocci. Neisseria meningitis is not common respiratory pathogen, and therefore, the Moraxella is a gram negative cocci. That is a common cause of respiratory infection in patients with underlying lung disease. It's also commonly cause of sinusitis and mid يعني upper lower يعني في respiratory upper lower negative cocci المروكسيلا كتار. طيب هو الكلاسيفيكيشن ده مهم بصراحه من الحاجات الكويسه. هو مقسم هنا بقى البكتيريا اتول ايه الكوكاي وايه الباسيلاي، ايه البوزيتيف وايه البوزيتيف وايه النيجاتيف. جرام بوزيتيف كوكاي ستافيلوكوكس ستريبتوكوكس انتيروكوكس اللي هي الانتيروكوكاي يعني ستافيلوكوكس ستريبتوكوكس. الجرام نيجاتيف النياسيريا، النياسيريا بنوعينها يعني سواء نياسيريا جونوريا او نياسيريا مننجيتيس او مروكزيلا كاتارا، ده جرام نيجاتيف كوكاي. طيب For only a small list of gram-positive bacilli. الجرام-positive bacilli هو
اقسمهم نيوم اي بي سي دي شيل ده الجرام بوزيتيف باسيلاي اي اكتينومايوسايت البي باسيلس انثراكس اللي هي الانثراكس السي كولستريديوم الدي ديفتيريا كامبيلو باكتر ديفتيريا والال اللي هي الليستيريا او مونوسايت A B C D دول ال positive oxygen دول طبعا عايزين نتحفظ يعني ما لهمش حل بس احنا طبعا يعني على الاقل الكوكاي ما فهمش مشاكل البوزيتيف الاستافولستريب النيجاتيف النيسيريا بنوعينها النيسيريا جونوريا ومننجيتيس والموروكزيل الباسيلاي بقى البوزيتيف دول متقسمين اي بي سي دي ال اكتينو مايو اكتينو مايو الباسيلس انثراكس والستريديوم نعم نعم في حد بيسأل ولا أو تقريبا المايك كان مفتوح بالخطأ اكتينو مايوزيس باسيلوس انثراكس او انثراسيز يعني اللي هي الانثراكس كوليستريديوم ديفتيريا ليستريا مونوسايتوس بالنسبه للرودز النيجاتيف رودز النيجاتيف عندنا الايكولاي هيموفيلس انفلونزا سودوموناس شيجيلا سالمونيلا كامبيلوباكتر اغلب النيجاتيف بيصيبوا جي اي تي الايكولاي السالمونيلا والشيجيلا والكامبيلوباكتر ما فيش غير السودومون بس غالبا برضو دي بتصيب الريسبيراتوري سيستم طيب في اي مشاكل فيهم دول يعني برضو من ضمن المعلومات الاساسيه الموروكزيلا دي اكتر حاجه بتصيب الناس اللي عندهم اوريدي كرونيك ريسبيراتوري ديزيز واكتر حاجه بتعمل سنس سايتس وميدل اير انفكشن موروكزيلا كتر 25 year old woman is admitted to local hospital while traveling in North India. She is 26 weeks pregnant with her first child and the pregnancy has been uneventful to date. For the past 3 to 4 days, she has been feeling generally unwell with fever, lethargy, and vomiting. She takes no regular medication other than malaria prophylaxis chloroquine. On examination, her pulse 96, blood pressure 162. وهي عندها جولدس سكليرو وفي بروزنج في الارم البارتنر هير بارتنر ستيت ذات شي از اولسو سيم كونفيوز ابتدت تبقى كونفيوز بتاعت الفيصل طبعا شو شوتنج بقى بلوروبين والاي ال بي والاي ال تي والجي جي تي والالبومين معقول والاي ان ار يعني واضح ان هي داخله في ايه اكيوت ليفر فيلير طيب سخنت طبعا شورت تيرم يعني 3 4 ايام وابتدى يحصل فيها المشكله هل هي هيباتايتس ايه هيباتايتس بي هيباتايتس اي ملاريا اميبيزيس طبعا ملاريا واميبيزيس دي بره اللعبه خالص هي فاكسينيتد هي واخده البروفلاكسس ملاريا لان هي اوريدي واخده كلوروكوين واخده كلوروكوين خلاص نطير الملاريا صح طبعا هو هنا اكتر حاجه بترفع الشوتنج الرهيب ده في الليفر فانكشن الاكيوت ليفر فيلير ده مع الحوامل هما الهيباتايتس اي فايروس
هيباتيتس اي مشابه للهيباتيتس اي، لكن للاسف المورتاليتي ريت بتاعته اب تو 20% سبيشالي مع البيجننت وومن. نفس طريقه النقل نفس كل حاجه، لكن هو عنيف جدا سبيشالي مع البريجننت فيميل. سيفير هيباتيتس ان ذا بريجننت وومن ثينك هيباتيتس اي. This lady was developed pulmonary hepatitis or acute liver failure. This is uncommon with the hepatitis virus, but pregnant women are at particular risk from hepatitis E. As women approach their third trimester, slightly later, hepatitis E هو عبارة عن إيه؟ هو RNA هيبي فيروس spread بالفيكو أورال روت. incubation period من 3 to 8 weeks. طبعا الحتة المشهورة بيها Central South East Asia, North and West Africa and Mexico. causes زي الهيباتيتس A بس المورتاليتي ريت عالية طبعا 20% during pregnancy. those doesn't cause chronic ما بيعملش chronic disease. والهيباتيتس A برضو ما بيعملش ولا بيزود الريسك بتاع الكانسر اللي هي بسفيا كارسينوما. يعني الفاكسين بيتعمل لكن هو لسه مش وايد سبريد يوز. يعني ده اختصارا للهيباتيتس. في اي مشاكل معاه؟ هو انا كنت بقول برضو الهيباتيتس ايه برضو ما بيعملش كرونيك. طبعا ما هو زي الايه. هو قريب من الايه لكن هو مور اجريسيف عن الايه. اوكي طيب next question. 30 year old man returned from cheese and wine testing holiday in Portugal. On questioning, he tells you about all and pasteurized cheese he tried. He comes to a GP complaining of feeling very unwell. On questioning, he reports to have fluctuating temperature. He has pain in his joints and muscles. That is transient and has not a particular wet hay smell when he sweats, which is a lot. What are the most likely causative organism? عندنا طبعا مقسم عنين هنا ان الراجل ده كل البان مش متبسطره يعني مش مغليه. اللي احنا ندور على حاجه بتتنقل في اللبن زونيتك يعني. ابتدى يجي له انترميتنت فيفر وابتدى تبقى ال البايفوريسيس بتاعته ليها اودر كده اللي هي الويت هي اودر اللي هو ريحه القش المبلول يعني. طبعا مدام يعني مدام حكه في اللبن يبقى احنا البروسيلا يعني دي من اكتر الحاجات اللي بنشك فيها. وانس ان اتذكرت كلمه تشيز او ايا من منتجات الالبان يعني وهي ان باستورايزد يبقى انا بفكر في البروسيلا رقم واحد عندي. سبيشالي كمان البروسيلا بتتميز بالفلوكتويتنج فيه. The patient is present with symptoms of typical brucellosis, fluctuating temperature, transient arthralgia and myalgia, hyperhidrosis, with wet hay smell. The clue in history, his exposure to unpasteurized cheese. Brucella melitinensis is a bacteria found in contaminated unpasteurized milk that cause brucellosis. البارتونيلا
ده كوزيتيف ايجنت للكاتش كات سكراتش خربشه القطط بريزنت ويز ذا هيستوري اوف اكسبوجر تو لازم يبقى في هيستوري اوف اكسبوجر تو كاتش سكراتش كات كات سكراتش ال دي البورتو البارتونيلا بارتونيلا اليرسينيا طبعا اليرسينيا بيستس دي الكوزيتيف ايجنت بابيونيك بلايك what present or present with the history of exposure or to flea bite in a plague endemic area the patient would be present with fixed rather than fluctuating temperature el plasmodium falciparum اللي هي الملاريا يعني cause of organism of malaria would similarly present fluctuating fever and excessive sweating also the history would show exposure to mosquito bite in a malaria endemic area. يعني برضو نظرة سريعة كده على البروسيلوزيس. ده زينوزيس حاجة تتبع الحيوانات. More common in Middle East and in farms. أكيد عندنا كتير جدا على فكرة. السبيشيز بتاعتها. عندنا كتير جدا يا دكتور نادر لانه هنا بيشربوا حليب الجمال والدايركت ولا بسترايز ولا حاجه بالبتاع بيحلبوه ويشربوه على طول فطبعا هنا زي السلام عليكم طبعا هو متقسمه طبعا حسب النوع يعني فالميليتينيزس دي شيب الابورتس دي كاتل ال الكنز البي كنز اند بي سويس ذا بيجز والبروسيلوزيس الانكيوبيشن بيريد بتاعتها من 2 تو 6 ويكس الفيتشرز طبعا نص نون سبيسيفيك فيفر وماليز هيباتوبليوميجالي ساكرو اليايتس الكومبليكيشن اوستيومايلايتس يعني برضو الاوستيومايلايتس واضح برضو في انفكشنز كتير وان كان اعتقد ان الكومبليكيشن دي لازم يكون العيان امينو سبريست يعني عشان يجيله امينو كومبرومايزد بيشنت اوستيومايلايتس انفكتيف اندوكاردايتس منينجيو انفلايتس اند اوركايت ليكوبينيا اوفن سين كنت عايز اسال سؤال هل الاوركايتس حاجه يعني زيه زي المامبس ولا اوركايتس حاجه مش كومن يعني معاه حد يعرف المعلومة دي؟ مش عارف هل ده كومن ولا مجرد اسوسيشن يعني كومبليكيشن يعني ماشي يعني غالبا هو لو كومن كان كتبها لوحديها يعني احنا في حالات البروسيلوزس ما بنشوفهاش كومن بس يعني ده على الكلينيكال براكتس بتاعتنا انما ما قريتش انسيدنت صراحه النيجليكتد كيسز ممكن توصل للكومبليكيشن دي بس هم يعني موضوع بسيط يعني بياخدوا رفامبيسين وبياخدوا سايكلين لا هو لازم يبقى نيوت كومبرومايز عشان عيان يدخل يعني عمرنا ما شفنا بصراحه موضوع الكومبليكيشن ده طب بالنسبه للدياجنوز ما انا بقول لك هو غالبا ده بيبقى في الاميون كومبرومايز بيشنت يعني هم عشان عندهم هناك ايدز وعندهم ناس اميون كومبرومايز فغالبا بيشوفوا القصص دي شويه روز بنجال الدياجنوز بتاعتنا بقى الروز بنجال بليت تيست ده كان بي يوز فور سكريننج بات اذر تيست ار ريكوايرد تو كونفيرم ذا دياجنوزس البروسيلا سيرولوجي از ذا بيست تيست فور دياجنوزس واحنا كلنا بنسحب العيان بنسحب له تيفود بنسحب له بروسيلا بلاد اند بون مارو كلتشر مي بي سوتابل ان سيرتن بيشنت but these tests are often negative يعني ما شفناهاش قبل كده المانجمنت الدوكسيسايكلين والستريبتومايسين دي ببساطة يعني قصة البروسيلا يعني أهم حاجة فيها طبعا هي زونوزيس كيوبيشن بيريود بتاعتها من 2 ل 6 ويك لازم يبقى ذاكر في السؤال ان في اتعرض لحاجه من منتجات الالبان مش باسترايزد مش مغليه اغلب البتاع يعني اغلب الفيتشرز بتاعتها نون سبيسيفيك دايجنوزس روز بنجال تيست ده فور سكرينينج
انما البيست تيست بتاعها طبعا هو السيرولوجي هي فعلا فيتشرز، والمانجمنت فيتشرز دوكسيسايكل. بتاعتها مش سبيسيفيك خالص، بس اللي هو ايه، انت لو اه من الانكوبيشن مثلا، او لا هو هو يعني من خلينا هيستوري نحط اوف الست الطبيه انه في هيستوري، في سترونج هيستوري تعرضه لنوع من الالبان او حاجه زونوزس يعني، في انترميتنت فيفر، وفي هايبر هيدروزس اللي هو الهي الويت هي سميل ده بس. لا. وكمان في الكيس بتهيألي برضو في بعض الناس اللي هم بيبقوا عندهم، شوف هنا بيقول لك ايه، هوليدي ان بورتوجال، يعني دي بتبقى برضو سبيسيفيك ان هم في بيعملوا زي عندهم زي عادات وتقاليد ان هم بيشربوا او بياكلوا الجبنة دي بالطريقة المعينة دي، يعني تمام. ما هو كاتب لك ان هو كل انباسترايزد، مش متبسترة مش مغلية، انباسترايزد تشيز، بس فمش قصدي ده متبسترة برضو، يعني مش مغلية. يعني قصدي انه بيعكس عادات وتقاليد معينه، زي هنا برضو هم عندهم ايه، بتروح بضيفك بيقوم حالب الناقه وتشرب والسلامه. يجيب لك بروسيلا يعني ضيفة فيه. انت خدت قصدي ليها يعني ابعاد يعني تقريبا في الكالتشر اه في يعني. الكلور يعني في الكلورية. اما كفيتشرز بتاعتها يعني بصراحه صعبه، يعني مش حاجه سبيسيفيك فيها يعني. لا صعبة طبعا طبعا. انت بتساله هل انت بتحتك بالمنتجات الالبان والقصص دي، فيعني غالبا بتتشخص كده يعني، او سسبكت يعني كده يعني. مظبوط. هي على فكرة برضو يعني باي براكتس هو في كروس اميونولوجي في السيرولوجي يعني في التتر بتاعه، لو العيان عنده تيفود او بارا تيفود ممكن يطلع البروسيلا عالي يعني، تمام. احيانا بيحصل كده يعني. إيه. 48 year old farmer attend the emergency department 7 days after cutting his arm from falling in the barbed wire in his field. He complained of fever, headache and painful spasm in his neck and back, which last several minutes. You تتلمس. suspect tetanus and he tells you he has completed a course of tetanus vaccination previously. What is the most appropriate treatment? دايما التيتانوس دي مع الحاجات المصدية، وهو بيقول لك واير، يعني آه. معناها مع ايه؟ اي contaminated soil. باربد واير يعني معناها مصدي يعني ولا ايه؟ معناها كده؟ لا هو مش فكرة في باربد واير، انما فكرة ان ده في الفارم، فالفارم بيبقى فيه طبعا السبورز بتاعت التيتانوس السويل، بالظبط. فاهمني؟ لان ده هيبقى حيوانات وكده. فهو بيقول لك ان هو وهو خلاص هو شخصه تيتانوس، هو بيقول لك دلوقتي لما عيان يجي لك تيتانوس في نفس الوقت الراجل ده كومبليت الكورس بتاع الفاكسينيشن بتاعه، هل تديله بوستر دوز ولا هل تديله اي ام تيتانوس اميونوجلوبولين ولا تديله تيتانوس انتي توكسين ولا تديله فلوكسسيلين ولا سيف سيبروفلوكسسين. طبعا احنا قلناها في البدايه في الدول المحترمه بيدوا الاي ام تيتانوس اميونوجلوبولين، لو الدول قليله شويه يعني في الدول الفقيره بيدوا ايه الانتي توكسين. نقرا كده الاجابات بتاعتنا. بس بيتهيألي In لو this برضه case, لو هو عنده where is the high risk one? لو عنده ألرجي ممكن نديله فلوكساسيلين، بيتهيألي صح؟ لو عنده ألرجي من التيتانوس احنا بنعمل لا المعالجة، هو مش ذاكرها. بنعمل تيست للتيتانوس، لو كان ده اللي كنا بنعمله يعني في هو المستشفى. ايوه بعد اذنك يا دكتور نادر، طب هو اصلا العيان المفروض ان هو واخد كومبليت تيتانوس فاكسينيشن برضه بيدوا؟ لان هو له وقت، ايوه ما هو مفيش مشاكل نتيجة. مش ما بديش سوليد اميونيتي. حتى كان في المستشفى اللي بيشوفوا يعني ليه ما اخترت، انا اللي اقصده انه ليه ما اختارش مثلا بوستر دوز او كده،
يعني هيئة. أنا مش ضد الإيميل الروبيلين، بس أقصد ليه ما فكرناش مثلا إنه يدي تيتانوس بوستر أو حاجة، لأن هو كلمة فول إيميونايزيشن أو إن هو واخد تطعيمه فاكسينيشن ملهاش أهمية. لا بتهيألي البوستر دوز دي هتنفع مع كبري اكسبوجر، يعني مش بوست اكسبوجر. بصي انا اعتقد برضو في نقطة ايوه بس زي في فاز انا عايز دلوقتي دي حاجة تنقذها، يعني ما يدخلنيش بقى في سبازم ويخلي العيان ده يحصل له ريسبيراتوري ماسل باراليسيز او يفنتل وكده. فهو بيسأل السؤال ده بيقول برغم ان هو واخد الدوز بتاعته، يعني مثلا احنا مثلا في البراكتس انت لما تبقي واحده حامل مش بتاخد حقنه التيتانوس دي في اول الحمل باين، ولا في الشهر الرابع ولا الخامس لو اتاخرت عن كده ملهاش، وبتاخدها مره واحده. فهو ده سيم يعني، لكن هو بيقول لك هنا ان هو وقع وحصل له سويلنج اتعور، والحته اللي السويل ده دخل فيه تيتانوس وابتدى يظهر منه التوكسين. فانت تدي، تمام. هل تدي للتوكسين ده انتي توكسين ولا تدي له اي ام تيتانوس امينو جلوبيلين؟ هو ده السؤال. تمام. ولا هتدي بروفلاكتيك انتي بيوتيك؟ يعني هو احنا كده تيتانوس بوستر اي ثينك هي بعيده القصه بتاعتنا. هي هو بري هنا بيكمل اكسبوجر، بري اكسبوجر تنفع في البري اكسبوجر، بوست اكسبوجر خلاص بقى انت تدي اصلا اوريدي عندك الاورجانيزم شخصيا يعني موجود في الدم هو انت بقى. عايز حاليا عايز انتي دوت، هل الانتي دوت بتاعك الانتي توكسين ولا هل الانتي دوت بتاعك المينو جلوبولين ولا هل هو انتي بيوتيك بروفلاكتيك؟ هو بيقول ايه بقى؟ لا تمام. اتفضلي دكتور، عايز تقولي ايه؟ لا بقول حضرتك تمام، فهم. اتفضل. اوكي. In this case there is a history, there is a high risk wound and symptoms, so tetanus immunoglobulin would be advised along alongside a muscle relaxant, يعني هو muscle relaxant such as diazepam and ventilatory support if needed. A tetanus booster is not recommended in UK if the patient is already immunized. Tetanus antitoxin may be used in developing countries as it's cheaper, as it's cheaper, but it has higher rate of anaphylaxis and shorter half-life, so it is not recommended in UK. الكلام ده انا قلته فاكرين في البدايه، يعني لما جت حاجه شبيهه بكده. High risk wound، الحاجات بقى اللي انت بتشك فيها في تيتانوس فبتدي تحسبا لان ممكن يحصل ايه تيتن. في الهاي ريسك وند اللي هي وند لو مثلا في بير ونيد سيرجري وحصل ديلي للسيرجري اكتر من 6 ساعات، او الوند ده كونتامينيتد والسويل زي الحاله اللي عندنا، او كومباوند فراكشر، او وند كونتيننج فورين بوديز، او ووندز او بيرنز في البيبول اللي عندهم سيستميك سيبسي. التيتنس عامه بقى كوزد باي تيتانوس بازمين اكس توكسين ريليزد فروم كلوستريديوم تيتاناي. التيتانوس سبورز بريزنت في السويل وانتروديوس انتو ذا بودي فروم ذا وند. which is often unnoticed and the tetanus بازمين prevent release of GABA. الفيتشرز بتاعتنا برودروما، الفيفر، ليثرجي، هيديك، بعدين التريزماس اللي هو لوك دي جو، ريسا ساردونيكا، ساردونيكا اوكسيتونس اللي هو السبازم، يعني اللي هو الارش باك والهايبر اكستندد نيك، والسوفيجيال سبازم اللي هو الديسفيجيا. management طبعا supportive therapy include ventilatory support and muscle relaxer.
intramuscular human tetanus immunoglobulin. دكتور نادر، ايوه اتفضل يا فندم. السبورتيف ثيرابي، احنا بنقول المانجمنت سبورتيف ثيرابي انكلودنج فنتيلاتوري سبورت، انتراماسكولار significant degree of devitalization, devitalized tissue. المترونيدازول بريفيرد عن البنزا سيلين، ودي مهمه برضه از انتي بايوتيك تشويس. ده اختصارا قصه التيتانوس. يبقى احنا بس اهم حاجه ان الاميونوجلوبولين احسن من الاكسوتوكسين في حاجتين، في ان هو اقل في الانافلاكسس واطول في الديوريشن، عشان كده طبعا هو البيست. مفيش رول لانه ياخد فاكسين تاني، ومفيش رول للانتي بايوتيك. واهم حاجه انك بتبقى ادجفنت مع الاميونوجلوبولين الماس ريلاكسنت اللي انت بتديها، وبتكون برضو ايه مجهز الفنتيلاتور سب. طب في اي مشاكل في التيتانوس؟ هو كاتب المترونيدازول تحت، يعني هو قصده ايه بقى؟ ان هو مفضل عن نزال بنسلم مانجمنت؟ لا كمانجمنت من ضمن المانجمنت، عشان انت بتدي انتي بايوتيك مش كالترناتيف او انه لاين تاني لو السام تايمز لا لا بعض الناس عنده حساسيه من البيدي انفلاكس الساعات في التيتانس. هو مش كاتب هنا القصه دي بصراحه، يعني هو كاتب انك بتدي مترونيدازول مع العلاج. انا عندي بس سؤال تاني اللي هو اللي في الفيتشر الرايزس سردونيكاس دي، حد يعرفها هي ايه؟ علامة يعني ايه؟ دي abnormal sustained spasm لل facial muscle، وعلى فكرة دي highly characteristic. ريسوس سردونيكوس دي highly characteristic مع التيتانوس ومع الاستريكنين بويزنينج والويلسون ديزيز. الويلسون ليه وشه بيترعش كده وهو ضغط على اسنانه بيجز يعني اسنانه ووشه مع الويلسون والتيتانوس وايه تالت؟ تالت والاستريكنين بويزنج. اوكي نشفت على اللي بعده. اوكي 20-year-old student present complaining of multiple painful ulcers on the shaft of his penis. He tells you he has had a new sexual partner recently, but she has no reported any symptoms. He feels generally unwell and had tender enlarged inguinal lymph node bilaterally. He denies urethral discharge or dysuria. What is the diagnosis? النقطة عندنا هنا في حاجتين. نقطة عندنا ان هو الالسرز دي اول ما اشوف جينيتال ألسر هقسمها في دماغي على طول، اول ما اشوفها هل بينفول ولا نان بينفول؟ ده رقم واحد. بينفول ايه ونان بينفول ايه؟ ده هيسهل عليا خالص. النقطة الثانية، هل هي سيكشوال ترانسميتد ولا مش سيكشوال ترانسميتد؟ النقطة الثالثة، هل الليمف نودز دي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بس فطبعا هي رقم واحد هي بينفول ألسرز،
رقم اتنين هي sexually transmitted. رقم تلاتة هي bilateral. مظبوط؟ multiple كمان. يبقى كده البيسي ديزيز بره اللعبة لان هي sexual. والليمفوجرانيوما فينرام والدوم فينوزيس دول سيكشوالي. البينفول موستلي البين هيربس. مظبوط كده؟ بيبقى مالتيبل برضو. تبقى مالتيبل سيفلس ستبقى سينجل شنكرويد شنكر سوري الثانيه اللي شنكرويد الثانيه وبعدين بينلس سيفلس. ايوه احنا عايزين نعرف البينفول ايه الموجود. مفيش واحده بينفول غير السيفل الهربس بس. الهربس والشنكرويد بس شنكرويد مش هنا. مفيش شنكرويد. هو اللي عندك هنا ايه؟ السيفلس والليمفو جرانيولوما فينرا والدون بينلس. دول بينلس. مظبوط. اخر واحده بتاعت ايه؟ اول مره تعدي عليها دونو فانوزس دي. ايه الدونو فانوز دي بتاعت ايه؟ بتاعت برضو فينيريال ديزيز ولا ايه؟ هو غالبا دي فينيريال ديزيز. نقراها تحت ونشوف. هو بيقول سيفلس ليمفو جرانيولوما فينرام اند دونوفينوزس اللي هي جرانيولوما انجوينال اول كوز بينلس جينيتال ألسر. بيست مي كوز بينفول جينيتال ألسر بس البيست طبعا مش سيكشوال ترانسميتد. بات هيرد كومبلكس از مور لايكلي جيفن ذا ريسنت تشينج ان سيكشوال بارتنر اند ذا ليك اوف اذر سيمبتومز. يعني ممكن تبقى هي عند الفيميل ما كانتش واضحة ما كانتش عاملة لها أي تأثير والأذر بارتنر لما حصل إنفكتد ابتدى يتأثر بقصة الألسر. هي البيست كانت بتبقى نتيجة بوست جي آي تي تقريبا ولا حاجة تانية؟ البيست ديزيز عامة ده بتاع ده تبع يقدم معنا في روماتولوجي. يقدم معنا في روماتولوجي بس أنا قصدي القصه بتاعته هو كانت ترايات بس انا قصدي هو المود في يعني الباثوجينيس بتاعه انهيرتنس انهيرتنس اي ثينك البيس ده انهيرتنس. وبعدين كان هيجي لك بيشتكي بقى مشاكل في الاي بيشتكي هاي ارج البلد والني وتقريبا وممكن السر زي انت بتقول اللوترايت بس انا قصدي هو كان ملوش دعوه مش سيكشوال ترانسميتد ديزيز هو بوست جي اي تي تقريبا حاجه زي كده انا مش فاكر قوي ال سيكشوال ترانسميتد السرز بتاعتنا او انفيكشنز واحنا قلناها قبل كده الجينيتال هيربس ده موست اوفن كوز باي هيربس سيمبلكس تايب 2 كولد سور ار يوزوالي. يبقى تايب 2 دي البينفول لكن الكولد سور ار يوزوالي ديو تو تايب 1. برايمري اتاك ار اوفن سيفير اند اسوشيتد وذ فيفر وايل سبسيكوينت اتاك ار جنرالي ليس سيفير اند لوكالايزد ان تو وان سايد. ذير از تيبيكالي مالتيبل بينفول السرز. طيب سيفيلس سيكشوال ترانسميتد انفيكشن كوزد باي سبايروكي اللي هو تروبينينا باليدا. Infection is characterized by primary and second and tertiary stage painless ulcer less chancre is seen in the primary stage the incubation period من 9 ل 90 day. الشانكرويد تبقى سنجل. نعم سنجل ulcer برضو يعني برضو في السيفلس تبقى سنجل.